وللمزيد ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. أرحب بك عثمان. إذا غدا ستنطلق أعمال هذا المؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة عن الوفود المشاركة بأطيافها ربما المتنوعة والمختلفة، وإن كان لديك من تفاصيل قبل انطلاقة هذا المؤتمر يوم غد. نعم، مصر تهتم والرياضة المصرية بالشان السوداني. السودان دولة مهمة جدا لمصر وهي العمق الجنوبي. منذ بداية الحرب في العام 2023 في أبريل، مصر عقدت مؤتمر دول الجوار في 13 يوليو 2023، وكان هذا المؤتمر دعت فيه جميع رؤساء دول الجوار لمناقشة الأزمة السودانية. القيادة المصرية تهتم كثيرا بالحفاظ على مؤسسات الدولة، وكذلك بأهمية أن يتم وقف إطلاق النار، ومهمية أن تصل المواد الغذائية وفتح الطرق والممرات الإنسانية لحل مشكلة الغذاء ومشكلة الدواء منذ بداية الحرب. القيادة المصرية أيضا دعت في العام 2023 كتل سياسية سودانية للاجتماع في القاهرة. وفعلا هذه الكتل المختلفة عقدت اجتماعات وخرجت برؤى لحل المشكلة السودانية، وهي القاهرة تعود من جديد حتى تحل الأزمة السودانية منذ أبريل العام الماضي. وتعقد غدا وبعد غدا مؤتمر للحوار بين الكتل السودانية المختلفة، وتهتم القاهرة كثيرا بإيقاف إطلاق النار في السودان، لأن القاهرة تعلم أن السودان هو العمق الاستراتيجي لدولة مصر العربية، وهنالك مصالح كبيرة كما تعلمين بين الشعبين الشقيقين الذي يربطهم أرض واحدة ونيل واحدة وعادات وتقاليد مشتركة. عدد من القوى السياسية رحبت، المؤسسة رحبت بدعوة القيادة المصرية لعقد هذا الحوار السوداني حتى يعني تنجلي هذه الأزمة التي تهتز منها الشعب السوداني كثيرا. هذه القوى بدأت تصل طباعا إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث الخروج عن هذه الأزمة التي أضرت كثيرا بكل الولايات والمدن السودانية. طيب عثمان، ونحن نتحدث بأجواء التحضير وانتظار وترقب لانطلاق هذا المؤتمر الذي ربما الآمال كبيرة معقودة عليه، مع أنه يعتبر أنه خطوة في الطريق الذي أشرت إليه من كل المحاولات والجهود المصرية تجاه هذا الأمر الهام بالأمن والبعد القومي لجمهورية مصر في الأراضي السودانية. سؤالي هنا، آخر ما لديك من مستجدات أو كيف هي الأجواء اليوم ونحن نتحدث عن السودان بعد أن دخل العام من هذا الصراع وما خلفه من آثار دامية ومدمية؟ نعم، يسبق المؤتمر الحواري الذي يبتدئ غدا معارك عنيفة في خرطوم في العاصمة الخرطوم، خاصة منطقة قم بدري درع غرب أم دلمان. الجيش السوداني وصل سيطرته على منطقة جديدة هي منطقة الراشدين التي تقع في منطقة قم بدري غرب أم دلمان بعد ما حضر حي الدوحة. حي الدوحة يعتبر آخر كان معقل لميليشيا دعم سلاح أم دلمان القديمة، ومنذ سيطر على هذا الحي بات الجيش يتقدم في الاتجاه الغربي، وهذا التقدم يتيح للجيش المناورة والسيطرة على منطقة أم بدا. حال السيطرة على منطقة أم بدا يكون الجيش قد قطع الإمداد تماما من ميليشيا الدعم السريع من العاصمة الخرطوم الاتجاه الغربي، خاصة منطقة أم بدا. أيضا الجيش أعلن عنا أنه تمت هنالك عمليات كبيرة لاستعادة المنهوبات التي نهبتها ميليشيا الدعم السريع من المواطنين في مدينة التندل بعد إعادة السيطرة عليها. مدينة التندل تقع في الجنوب الشرقي لولاية سينار، وأيضا هنالك معارك عنيفة تدور في مدخل مدينة سنجا. مدينة سنجا هي عاصمة ولاية سينار، وأيضا هنالك قصف مدفعي يستهدف تحركات ميليشيا الدعم السريع في منطقة وسط الخرطوم وشمال الخرطوم البحري. الجيش بات يسيطر على مناطق واسعة في الخرطوم العاصمة، وبات هنالك عدد من المصادر اشاروا الى اختفاء ارتكازات ميليشيا الدعم السريع في مناطق مهمه جدا خاصه في ام درمان وكذلك في الخرطوم البحري. ربما هذه القوات ذهبت لمسانده القوات الموجوده للدعم السريع في ولايه الجزيره وولايه سنار. في ولايه قلب في كردفان ايضا معارك كانت مشتعله، والدعم السريع بات يشكل يعني توسع اكبر في هذه الولايه، خاصه بعد سيطرته على مدينة الفول عاصمة ولاية قلب كردفان، وكذلك سيطرته على اللواء 92
المشاهد بالميلم التي تقع في الحدود مع دولة جنوب السودان. وكذلك ولاية شمال دارفور منطقة الفاشل ما زالت المدينة محاصرة حصار ضارب من ميليشيا الدعم السريع وما زالت تقصف بشدة خاصة الأحياء السكنية والمرافق الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والأسواق. هذا الواقع يعني خلف كثيرا من هجرات النزوع واللجوء إلى دول مجاورة إلى إقليم دارفور. وكذلك هنالك هجرة ونزوع كبير جدا من ولاية سنار إلى ولاية الخضار ولا إقليم النيل الأزرق. الأمم المتحدة قالت 60,000 قادوا منطقة ولاية سنار إلى ولاية الخضار في إقليم النيل الأزرق. هنالك معارك مشتعلة، هنالك انعدام للحياة في هذه المناطق، كلهم قامت الحياة انعدمت خاصة الكهرباء وشبكات الاتصالات والأسواق لتقدم الطعام. والذين فروا من الحرب يواجهون ظروف بالغة التعقيد خاصة مع بداية هطول الأمطار في مناطق متفرقة من السودان خاصة ولايات دارفور وولاية الخضار في شرقية السودان وكذلك ولاية الجزيرة التي أيضا هي لا تخلو من معارك يومية ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. هذا هو الوضع الميداني حتى الآن في السودان في ولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنار. طيب إن كان التركيز في هذه المواجهات بأقاليم بعينها عثمان كما أشرت أو تصاعد وتيرة هذه المواجهة بأقاليم بعينها، هل ما زالت حالة النزوح؟ تسمعني عثمان الآن؟ نعم عثمان؟ عثمان إن كنت تسمعني كنت أسأل إن كان تصاعد وتيرة الصراع والمواجهة هو بأقاليم معينة ويتركز اليوم بمناطق بعينها، سؤالي هل لا زالت حالة النزوح الداخلي مستمرة لأهالي السودان والتحذير من هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ قرابة 25 مليون هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية ماسة، كيف هو الوضع في هذا الجانب أيضا؟ نعم أصلا هي النزوح واللجوء لم تتوقف منذ أبريل العام الماضي. المعارك أثرت في 13 ولاية سودانية من جملة 18 ولاية سودانية، ولكن الآن الصراع مشتعل في 6 ولايات سودانية. لذلك حركة النزوح وحركة اللجوء ما زالت مستمرة، وهذه الحركة أثرت كثيرا على ولايات أصلا هي ولايات مقوماتها ضعيفة لاستقبال النازحين أو الفارين من الحرب. وكذلك حركة اللجوء أثرت على دول كثيرة يعني مثل دولة مصر التي تستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين وكذلك دولة تشاد وكذلك دولة جنوب السودان حتى دولة يوغندا أصبحت تستضيف عدد كبير جدا من اللاجئين. وهذه الدول يعني تشكو كثيرا من عدم اهتمام المنظمات الدولية بتقديم يد العون للاجئين الذين فروا إليها، خاصة دولة مصر تقدم مواردها إلى الشعب السوداني الذي لجأ إليها بهذه المحنة. وحتى قبل هذه الحرب الكبيرة من السودانيين كانوا موجودين بالنسبة للطرق الاقتصادية بالسودان موجودين بمصر في مدنها المختلفة. حركة النزوح مستمرة ولم تتوقف، وكذلك حركة اللجوء مستمرة ولم تتوقف. بعد هناك عدد قليل جدا من السودانيين داخل السودان في ولايات التي سيطر عليها الجيش والذين موجودين في المناطق التي سيطر عليها ميليشيا الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع يعانون ظروف بالغة التعقيد من عدم خدمات الاتصالات وكذلك خدم الوقود وكذلك المستشفيات والاسواق مغلقة، وهنالك مشكلة كبيرة جدا في الحصول على الغذاء والدواء وشبكة الاتصالات في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. نعم عثمان، تفاصيل المشهد السوداني وضعتنا بصورتها عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيل الشكر.